عدد من القتلى وعشرات المفقودين والمحاصرين خلفتهم السيول التي اجتاحت منطقة الشرقات ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى العراقيتين، فضلا عن بعض المحافظات جنوب البلاد. مصادر عراقية أكدت غرق آلاف المنازل ومئات السيارات جراء السيول، إلى جانب نفوق عشرات الآلاف من المواشي، الأمر الذي أدى إلى تحرك عناصر من الجيش العراقي لإجلاء العائلات وإنقاذ المتضررين. وفي ظل دعوات إلى إنقاذ المواطنين المحاصرين جراء السيول خاصة في منطقة الشرقات الأكثر تضررا، شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلية أزمة لمعالجة آثار السيول، حيث أقر عددا من الإجراءات، أولها قيام المحافظين ورؤساء الدفاع المدني في المحافظات بعقد اجتماعات للتهيؤ للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهار، ثانيا إصلاح خطوط أنابيب المياه والمحطات المتضررة فورا، ثالثا تأمين المستلزمات الإغاثية والإيوائية والغذائية للمتضررين وتسهيل إيصالها، كما وجه عبد المهدي بتعويض المتضررين بعد حصر وتوثيق الأضرار.